السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. البيت السني، الانتخابات تعجل التحالفات، الحسم الوطني أحدث الجبهات. إقليم كردستان، واقع الحريات الصحفية ليس على ما يرام، أعلى معدلات التضييق والانتهاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. مع بدء العد التنازلي لانتخابات الخريف، أعادت القوى المتمثلة بالقوى السنية ترتيب أوراقها المبعثرة، فما بين تقدم وعزم ولد تحالف الحسم الوطني اللي جمع المكون، منهيا مرحلة التقاطع ومعلنا عن تكسير قيود السياسة التي فرضها الحزب الواحد. اصطفاف الصقور في جبهة واحدة أعاق تحليق الحمائم في سماء اكتساح المشهد بالكامل في المرحلة المقبلة، بل أن تشكيله يمكن قراءته دفعة قوية نحو زحزحة رئيس البرلمان من منصبه والنزول به من أعلى هضاب الغربية. لكن ثمة تساؤلات عن مدى شموليته وتمثيله للمحافظات السنية أجمع، وهل يمكن اعتباره تحالفا استراتيجيا أم تكتيكيا ويكتفي بعنوان مرحلة الاستحقاق الانتخابي. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصادنا لهذه الليلة، فإن مؤشر الحريات الصحفية في شمال العراق وبين هلالين أقليم كردستان لا يزال يسجل أرقاما صادمة ومقلقة وتشي بتقلص مساحات العمل والحق في التعبير عن الرأي، وهذا نابع من التقارير الدورية التي تسجلها المنظمات المعنية بفضاء الحرية والديمقراطية، فإن هذا الفضاء لا يزال ملبدا بغيوم ثقيلة تختبئ خلفها الصياغات القانونية قسرا، والتي كفلت توفير بيئة مثالية للعمل الصحافي، بل امتدت أفعال الإجرام إلى الدعاوى الجنائية والمحاكمات المعيبة لكل من ينتقد النظام في الإقليم. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذه الحلقة من حصاد الأيام، وفي هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ إبراهيم السراج رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور محمد دحام القيادي في تحالف الأنبار الموحد. حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ إبراهيم، ما هي الحاجة اللي دعت إلى تجمع هذه القيادات السنية واللي عبر عنها بعض المتابعين بصقور البيت السني منذ عام 2003؟ هل هو صدفة أصبح هذا التجمع وهذا الاجتماع، أم أنه نتاج مرحلة سابقة من التخطيط برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك المحترم. حياكم الله. يعني بالتحديد أنه كان متوقع أن تكون هناك ردة فعل من قبل الصقور مثل ما سميتهم أستاذ أحمد، الصقور الغربية خلينا نسميهم، وهذا أنا أعتقد هذا كان متوقع أن تكون هناك انشقاقات أو أن تكون هناك ائتلافات جديدة قبيل الانتخابات، يعني خاصة وأن هناك من أشبه بهيمنة على القرار السني السياسي السني من قبل عزم وتقدم، وبالتالي أعتقد انشقاقات أو الائتلافات الجديدة ولدت هي قديمة، يعني الآن هذه مشاريع قديمة، يعني النجيفي مع العيساوي مع آخرين، هذه قديمة التحالفات، ولكن أعتقد أن الآن هي قاموا بعملية تحديد وعملية ظهورها إلى العلن من خلال هذه المؤتمرات، وبالتالي أنهم يرغبون أولاً أنه عملية الدخول في انتخابات مجالس المحافظات، يعني وهي مهمة جداً، يعني خاصة أن مجالس المحافظات هي الهيمنة عليها أو الفوز بها، نعم. معنى الفوز بالجانب الإعمار
البناء وما شابه ذلك في المحافظات الحكومات المحلية. أيضا كعملية أنه هو صوت كبير جدا، أعتقد أنه لا يمكن تجاهله في ظل وجود أنه تقدم وعزم وفي انفراد في السلطة وفي انفراد في القرارات. لذلك أنا أعتقد أن ولادة هذا الكيان الجديد هو حالة، هي حالة صحية طبعا وليست غريبة وليست مستهجنة وما شابه ذلك، ولكن أنا أعتقد أنه ما الثقل الذي يملكونه ثقل كبير جدا في الموصل، في الأنبار، في صلاح الدين، ثقل كبير جدا ولكن غير مستثمر. وبالتالي نعتقد إذا وضعت استراتيجية لهذا الثقل بعيدا عن الشعارات الطائفية وبعيدا عن التخندق الذي كانت تعيشها، وأيضا انفتاحهم، يعني ما مطلوب هو انفتاحهم، لا يجب أن ينغلقوا يعني كما كانت في مرحلة عندما كان وزير مالية العيساوي ورافع العيساوي، وعندما كان رئيس مجلس محافظة رئيس مجلس النواب سيد الأسبق أسامة النجيفي. لا يجب عليهم الانغلاق، يجب أن يكونوا منفتحين على الكتل السياسية الشيعية والكردية والأخرى. طيب يعني هذا الانغلاق والاجتماع لما أصبح للقيادات السنية وفي هذا التطور الجديد، هنا دعني أرحب بضيفي الكريم الذي انضم معي في الأستوديو، الدكتور محمد دحام القيادي في تحالف الأنبار الموحد. هنا يتحدث ضيف الكريم الأستاذ إبراهيم السراج، الأستاذ غانم العيفان السياسي المستقل ينضم معي ضيف الكريم في الأستوديو. يتحدث ضيف الكريم الأستاذ إبراهيم السراج عن الحاجة التي دعت لتجمع هذه القيادات السنية، وبالتالي نتحدث أيضا عن جزئية مهمة وهي انجماع هذه القيادات السنية في بوتقة واحدة. هل هو مسعى لتشكيل الإطار السني أم على غرار الإطار الشيعي؟ بمعنى أنه هل فوت الفرصة على السيد الحلبوسي تحديدا اللي حاول سابقا أن يسحب هذه القيادات إلى صفه، وبالتالي نتحدث هنا عن خارطة سياسية بدأت معالمها تتغير عندما نقبل على انتخابات مجالس المحافظات. حياك الله أستاذ غانم. شكرا جزيلا لك ولمشاهديكم الكرام وركاد قناتكم الأعزاء. بكل تأكيد عندما تقترب الانتخابات يعني حقيقة تبدأ هنالك نوع من عملية التكتلات السياسية، وتذهب القوى السياسية لمناغمة الأقرب إليها حسب ما تعتقد أن هنالك مشتركات قد تعزز من خلق مؤثر سياسي، وأن تخلق لنفسها مساحة سياسية ضمن بيئة يعني أكيد مليئة بالتحديات ومليئة بالمنافسة صح التعبير. إذا ما أردنا أن يعني نقارن لحد هذه اللحظة طبيعة المشاريع السياسية السنية حسب تقييمنا البسيط مع اعتزازنا بالشخوص، لا يوجد لحد هذه اللحظة مشروع سني حقيقي يعني له مشروع وله عمق جماهيري وله أهداف واضحة. كل ما يحصل الآن في الساحة السياسية السنية هو عبارة عن عملية ردات فعل ويعني عملية ارتدادات سياسية تؤثر بعضها البعض، والدليل أن أكثر الشخصيات التي مثلا كانت ضمن توجه سياسي معين خرجت نتيجة بعض الخلافات ذهبت إلى الطرف الآخر، وكأنما يعني توحي الساحة السياسية بأن هنالك نوع من عملية يعني خلق ند نوعي أو معادل موضوعي في الساحة السياسية، إضافة إلى حتى يعني الشعب المتلقي المواطن البسيط يعني حقيقة بنى يعني عملية الولاء لم يبنيه على أساس قناعة يعني تم طرحها من خلال وجود مشروع حقيقي أو برنامج واضح، وإنما حقيقة كانت هنالك رغبات، أما رغبة يعني أما نفور من خط معين كالنفور مثلا من الخط الإسلامي الذي كان يعني مثل الخط السني في فترة معينة فيذهب إلى الطرف الآخر المعاكس في التوجهات وفي الأيديولوجية أو العكس صحيح، وبالتالي تبقى هذه الساحة لحد هذه اللحظة يعني الظاهر في طبيعة التحالفات السياسية هي يعني نوع البعد في المناكفة والتحدي الشخصي، والدليل أن يعني التناول الإعلامي للملفات السياسية يذهب ما دائما ما يذهب بين أطراف إلى عملية الشخصنة،
وبالتالي أعتقد لحد هذه اللحظة لم يعني ينضج مشروع سياسي حقيقي في هذه المناطق، على الرغم من التحديات التي واجهت أبناء هذه المناطق كالتحدي العنف والإرهاب والنزوح وما شاء كذلك. وبالتالي نترقب أيضا يعني نحن كمراقبين وكقوى نعتقد أنفسنا مستقلين، نعتقد اليوم أن يعني تكون نتائج الانتخابات يعني حقيقة تفرز واقعا سياسيا مختلفا، لكن لحد هذه اللحظة واضح جدا أن القوى التقليدية والقوى حتى الماسكة بالسلطة الحالية هي أيضا باتت قوى تقليدية، هي التي قد يعني تسيطر ويعني حقيقة ستخطف المشهد في المرحلة المقبلة. طيب أستاذ إبراهيم، يعني وفقا لهذه المعطيات اللي تفضل بها الأستاذ غانم العيفان، هنالك محاولات سياسية ومجتمعية يعني يستطيع المراقب أن يسميها تقليم الأظفار في المناصب الحكومية الفاسدة، كانت هذه عناوين بارزة، بعضهم حللها بأنها تأتي ضد السيد الحلبوسي في المدة الماضية، قبالة ولادة هذا التشكيل السياسي هل أضاف دفعة جديدة لمحاولات الإزاحة من منصب رئاسة البرلمان وتصدر الواجهة السنية؟ يعني خليني أحكي لك قضية، يعني هم فعلا مثل ما قال ضيفك المحترم السيد غانم أنه هذا التكتل الجديد ليس لديه مشروع واضح وصريح ومشروع قابل للتطبيق، يعني هي المشكلة أنه ضعف الرؤية والتعامل مع الأحداث. يعني أنا شاهدت بعض المقتطفات من المؤتمر، نفس المطالب كررت، هذا التقرير، إطلاق العفو العام، إلغاء اجتثاث البعث، طرد الجيش والحشد من المحافظة، هذه مو مشاريع، هذه مو مطالب، هذا للأسف الشديد يعني هذه مطالب منطقية مناطقية ومكررة، يعني بالدليل أنه يعني هذا التكتل يريد تميز، يعني وهذا غلط، هذا أنت ما إنك شيء، أنت عراقي والدستور خيمتنا جميعا، ماكو تميز لمنطقة ضد منطقة أبدا، ماكو عندك تميز، ما تتميز بشيء، أنت مواطن عراقي تحمل جواز سفر عراقي تحمل جنسية عراقية. لذلك أعتقد أن هذه المشاريع يعني هي قد تكون حالة من الطشة، يعني كثير صالح المطلق كان لديه مشروع وانتهى، حزب الإسلام كان له مشروع، لأن حزب الإسلام ما موجود، أصلا حزب الإسلام ما موجود شيء اسمه حزب الإسلام، أحزاب أخرى ووصلت إلى قبة البرلمان ولكن تفتتت سرعان ما ذابت. أنا أعتقد أنه الآن على هذا الشكلية وعلى هذا المطالب لا يمكن أن يقفوا وجها لوجه إلى اتجاه أو يساهموا في إزاحة الحلبوسي المنصب، لا أبدا. الموضوع طبعا هذا هو قرار سني، يعني إذا تسألني أقول لك إطار تنسيقي هو مع إزاحة الحلبوسي، ولكن يجب أن يكون قرارا سنيا، يجب أن يكون مطلب سني حتى يتم التفاعل معه، أما أنه الإطار التنسيقي يطلب لا ما يطلب، بس هو يدعم هذا هكذا مطلب لأسباب كثيرة ما بجال ذكرها، لكن على الأقل في العموم هذا التكتل أنا أعتقد يحتاج إلى رؤية، يحتاج إلى تخطيط استراتيجي، يحتاج إلى انفتاح مع كل المكونات، عندما تبتعد عن المناطقية، عندما تنفتح مع الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة وما شابه ذلك، عندما تغادر هذه النمطية القديمة، طلق العفو العام، الغاء اجتثاث البعث، يا أخي ذني بعد ما ممكن ذني بعد ما أجيب النتيجة من الانتخابات، ما ممكن اليوم أنت الآن تناغم جمهورك بذني مطالب، هذه مطالب بعد سالكت. لذلك أعتقد أنه ما أتوا مشروع لحد الآن، رغم أنه هذا يمثل الموصل وهذا يمثل، لا أقول يمثل، ولكن هو له ثقلة في الموصل والآخر له ثقله في الأنبار، ولكن المشروع الوطني كمشروع وطني ما يمتلكون رؤية ولا يمتلكون مشروع وطني للدخول أو يكونوا ندا للحلبوسي. طيب حضرتك تحدثت أستاذ غانم عن الضد النوعي والمعادل الموضوعي وتحدث عن الندية الأستاذ السراج، هنا نتحدث عن البيت السني، وخلنا نستثني قطبية تقدم وعزم، ركز على التهميش المتعمد داخل البيت السني ذاته واحتكار القرار، بالتالي ولادة هذا التحالف هل راح تعطي التوازن المطلوب؟ يعني تعودنا سابقا منذ 2003 على أنه أقطاب الصراع هم أقطاب، دائما الصراع ما يكون الصراع بين المكونات، أي بين المكون السني والمكون الشيعي، وطبعا أتكلم كممثلين سياسيين في عملية الاختلاف في وجهات النظر في المتبنيات في طريقة يعني إدارة الدولة، والمكون الكردي أيضا، يعني هذا الثالوث العملية السياسية.
لكن يعني اليوم حقيقة يعني نشهد نوع من عملية الانقسام بشكل آخر، وتحولت يعني بوصلة الخلاف والتحدي بات محليا، أي أن الأطراف جميعها حتى التي كانت لديها تناقض كبير جدا وشخصيات عرفت أنها خاضت يعني ممارسة سياسية في التحدي الآخر والتحدي المقابل، يعني كالسيد النجيفي رغم يعني اعتزازنا واحترامنا به كشخص، إلا أن اليوم حقيقة باتت الخلافات مع المكونات الأخرى غيبت بسبب حقيقة وجود التحدي الأكبر وهو الصراع المحلي وصعود نجم السيد الحلبوسي وسيطرته على الساحة السياسية ويعني مسعاه في عملية إبعاد الآخرين. وهذه الأطراف حقيقة بدأت يعني تستشعر بعملية التهميش والإقصاء، وبالتالي هي حقيقة تتكتل حول بعضها لخلق مساحة تأثير سياسية جديدة في المحافظات السنية من خلال طبيعة التكتل. أعتقد واقعا يعني الموصل يعني قطعا ستخرج من يعني تأثير حزب تقدم مستقبلا، وستلتحق أيضا بها صلاح الدين، لكن تبقى عملية التأثير الأكبر هو في داخل محافظة الأنبار وفي حزام بغداد. وبالتالي هذه الأطراف نوعت حتى عملية إذا لاحظنا طبيعة التحالف، يعني كانت قد راعت في موضوع اختيارها للشخصيات أن تكون هنالك شخصيات. مهنان أستاذ غانم، يعني هل تمتلك هذه الأطراف إمكانية إعادة التأهيل السياسي وفق ما تتفضل به؟ يعني هذه الأطراف أغلبها لا نستطيع أن نقول يعني جميع، باعتبار أن السيد ثابت العباسي هو اليوم وزير دفاع وهو الذي يترأس التحالف، وأعتقد هو على يرأس يعني على رأس مؤسسة كبيرة جدا، إلا أن بقية الأطراف لا تمتلك تمثيل سياسي ولا تمتلك أدوات سياسية، وبالتالي الأدوات السياسية والتمثيل السياسية يعني في الساحة السنية يعتبر ثقل ويعتبر جاذب للمجتمع باتجاه التصويت. المجتمعات السنية تختلف من الناحية السايكولوجية عن مجتمع الإخوان الشيعة، لأن هذه المجتمعات لا تؤمن بوجود مرجعيات دينية كما يحصل اليوم في المحافظات الشيعية التي يعني تحترم مرجعياتها وتقلد مرجعياتها. ومرجعياتها كما تعرف يعني أسست لمدارس سياسية، وهذه المدارس يعني لها مؤثر ولها يعني عملية امتداد جماهيري، وبالتالي ولها مقلدين. القضية هنالك مختلفة تماما، القضية هنالك المجتمع بصورة عامة يتبع من يقبض على السلطة ويمتلك أدوات السلطة، وارتباط المجتمع والمجتمع ينظر إلى السلطة وينظر إلى المنصب والقوة الحكومية يعتبرها هو المرجع الأساسي له، وهذا السبب الرئيسي الذي حقيقة جعل من فشل الحزب الإسلامي وعدم قدرته على أن يحتفظ بتمثيل المجتمع السني، باعتبار أن المجتمع السني لا يتأثر بالأيديولوجيات وأنه دائما ما يتأثر به ويميل باتجاه الميول نحو السلطة. أستاذ إبراهيم، إذا اسمح لي أقاطعك أستاذ غانم، أستاذ إبراهيم تفضل الأستاذ العيفان بأن يقارن بين التحالفات السنية والتحالفات الشيعية بالمعنى السياسي والثابت والمتحول فيها. في هذا التحالف الجديد، هل هو عبور تكتيكي وفق توصيفات السيد غانم العيفان؟ هذه العبور أقصد به التكتيكي لمرحلة الانتخابات المحلية، أم أنه استراتيجي قد يصل حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2025؟ تحدثنا أنه لا يمتلك برنامج أو خطة استراتيجية ورؤية للتعامل مع الأحداث، لذلك هو تجمع انتخابي أكثر مما هو تجمع لائتلاف أو لتحالف قد يكون يستمر 5 سنوات وعشر سنوات وما شابه ذلك. يختلف اختلاف كبير طبعا عن الائتلافات الشيعية وما شابه ذلك. الائتلافات الشيعية والتحالفات الشيعية هي مبنية على أهداف واضحة، وصح أنه لا تمتلك نظام داخلي ولا تمتلك، ولكن هي من باب هي تتفق أو أنها تعمل تحت عنوان هذا الذي الآن نراه. هو الإطار التنسيقي يمثل 95 أو 90% من أحزاب الشيعية أو 80% من أحزاب الشيعية تمتلك رؤية وتمتلك هدف وتمتلك قرار في ذلك. الآن ما نتحدث عنه أنه هذا الائتلاف هل هو سيصمد أمام إذا خسر انتخابات؟ أستاذ أحمد، يعني هل سيصمد إذا خسر انتخابات؟ أنا ما أعتقد سيصمد ذلك. إذا خسر انتخابات المحلية، انتخابات مجالس محافظات في هذا الخليفة المقبل، هل سيصمد؟ لا أعتقد بذلك، لأنه هو تجمع انتخابي أكثر من هو تجمع ذو
رؤية سياسية وأهداف واضحة، ويؤمن بالتعددية ويؤمن بالانفتاح على الآخر، ويؤمن بأن هناك هدف أعلى هو العراق. الأكثر الأحزاب السياسية السنية خاصة السنية تتلاشى لأنه سبب معين. هو أول هي مناطقية، اثنين أن القيادات غير مؤهلة للأسف الشديد، لا تمتلك التأهيل الكامل حتى تقود الجمهور إلى 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 أن تستمر في العملية السياسية وما شابه ذلك. دائما ما يحطمها وما يكسرها هو مطالبها المكررة التي تطالب بها. يعني لا توجد مشروع وطني أو مشروع مناطقي لها تعمل من أجلهم. عكس الأحزاب الشيعية، الأحزاب الشيعية هي أولا عمرها أكثر من يعني نصف قرن، يعني حزب الدعوة نصف قرن. نعم. دولة القانون 20 سنة تقريبا، بدر نفس الحالة، الفتح أكثر من 12 سنة، هاي الانتخابات الثالثة انتخابات. أنا أعتقد أن المشكلة الآن في عملية التعاطي مع الأحداث، المشكلة أيضا في القيادات، يعني بعض القيادات الموجودة هي عليها علامة استفهام. ولكن على يعني هذا ما هو الامتحان الكبير لهذا الائتلاف، هل سيصمد بعد نتائج الانتخابات؟ يعني إذا فشل في الانتخابات، خسر الانتخابات مجالس المحافظات، هل سيصمد أم أنه سيتفتت حاله وحال بقية الائتلافات السابقة؟ طيب، هنا نتحدث أيضا أستاذ غانم عن مدى التقاء منهاج تحالف الحسم الوطني مع الكيانات الأخرى المنبثقة حديثا. هل نصل إلى مرحلة الدخول في تحالف أكبر؟ نتحدث عن إمكانية انشقاق عزم جبهة خميس الخنجر من السيادة والالتحاق بهذا الركب، هل هنالك متغيرات جديدة ستتضح خلال مقبل الأيام؟ المهم يعني سيدي الكريم، المهم أن لابد لي يعني العقلية السياسية أن تتغير في طريقة التعاطي مع الملف السياسي العراقي. نعم. ويعني لا يمكن قطعا أن يعني نأتي بعقلية التوافق وعقلية التقليدية. أتكلم عند بداية العملية السياسية كانت عقلية التحديات، عندما في عقلية 2005 دعنا نسميها بهذا يعني المصطلح، لا يمكن أن يعني ندخل اليوم في عام 2023 بعقلية عام 2005. المعطيات الوطنية تغيرت والقناعات تغيرت، وبالتالي هذه الأجيال الصاعدة وهي القوة الانتخابية الكبيرة لها رؤية قد تختلف، وهي متحررة كثيرا من العقد، وبالتالي هي لا تريد حتى لعودة الخطاب إلى الوراء، وبدعني غير متبترسة نستطيع أن نقول مذهبيا ومكوناتيا، هذا طبعا على الصعيد السني. وبالتالي هذه القيادات السياسية لابد إن حتى تحقق نجاح، ونتمنى لهم النجاح، وأنا داعم أيضا يعني على مستوى الشخصي لأي فاعل سياسي يستطيع أن يحقق توازن، لأن نعتقد أن التوازن هو يخفف الضرر ويعني يخفف من حدة التسلط إن صح التعبير، لأن قد يعكس حالة إيجابية. لكن لابد لهذه القوى السياسية أن تدخل إلى العملية السياسية بمشروعها الانتخابي، بمشروعها السياسي الجديد، من باب المسؤولية الوطنية، ومن باب يعني أن لازم لابد أن تكون هي حاضرة لإصلاح الواقع السياسي والمشاركة الفاعلة. وبالتالي أنا أعتقد احترام الخصوصية مطلوب، خصوصية المكوناتية، لكن لابد لهذه الخصوصية لا تلغي يعني الانتماء الوطني ولا تلغي المساهمة الوطنية في عملية بناء الدولة العراقية. وهذا التحالف أعتقد يعني إذا ما كان له خطابا متميزا، يعني هذه إجابة على سؤالك وأسف على هذه المقدمة الطويلة، إذا ما كان له يعني كانت له حقيقة رؤية صحيحة وكان له خطابا متميزا وكانت له ممارسة سياسية وطنية تبتعد كثيرا عن عقد الماضي وتبتعد عن التقليدية في الطرح، أعتقد سيكون له تأثير وسيكون له نصيب مقبل، وخصوصا أن يعني الخيارات المواطن الراغب بالذهاب للانتخابات لحد هذه اللحظة لم تستطيع القوى الناشئة الحقيقة تشكل رقما سياسيا مؤثرا. يعني حاولنا كثيرا أن نخلق رقم ثالث في المعادلة السياسية بين القوى التقليدية المتصارعة، لكن يعني هنالك تحديات تواجه هذه القوى، وبالتالي ستكون هي القوى التي ستحظى بالتمثيل بين هذه القوى التقليدية، سواء كانت عزم بقيادة مثلا السامرائي أو بقيادة السيد وزير ثابت العباسي حسم أو بقيادة السيد الحلبوسي والسيد الخنجر. وبالتالي أنا أعتقد يعني ما يشكل أو ما يعني نشكله على الفاعل السياسي الفواعل السياسية السنية أن هذه الأطراف جميعها تخوض
أو تدخل في حالة المنافسة والقطيعة في ذات الوقت، وبالتالي ينعدم الحوار السياسي بين هذه الأطراف. ويعني نحن نأمل أن ينبري من هذه الأطراف لاعب سياسي يكون يحاول أن يقرب بين وجهات النظر ويبعد التحديات ويبعد أيضا حالة الانقسام عن المجتمع ويبقي حالة المنافسة الانتخابية قائمة، لأنها حالة طبيعية جدا بالواقع بالواقع الديمقراطي. اللاعب السياسي أستاذ إبراهيم الذي يشير إليه السيد العيفان، هل هو داخلي أم خارجي حسب رأيك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار بأن قيادات هذا التحالف وبالأخص منهم السيد أسامة النجيفي تربطهم علاقة طيبة بالجانب التركي، هل يعطي هذا مؤشرات المظلة الدولية لهذا التشكيل؟ لا لو حتى يعني حتى عزم من سيادة يعني كانوا تحالف السيادة كان هم لهم علاقة مع تركيا، علاقة كبيرة جدا يعني، وبالتالي نعتقد هذا الدعم الكبير دعم التركي إنهم هو أساس النجاح تحالف عزم وتقدم بعدما دخلوا في تحالف سيادة. لكن أيضا إنه سيد النجيفي ورافع عيساوي يعني هم لديهم علاقات مع إقليمية، وبالتالي مع السعودية مع الإمارات مع تركيا، وبالتالي هذا أيضا مؤثر كبير جدا يعني. لكن على الأغلب أنه لا يمكن أن تتخلى تركيا مثلا عن صديقها أو حليفها القديم السيادة اللي يضم تقدم ويضم عزم، وبالتالي نعتقد الآن المنافسة ستكون قوية جدا، ولكن الآن ما تنقصه هو قبلية الأدوات يعني. هم الآن الجميع يحتاج إلى 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 حليف دولي ويحتاج إلى حليف إقليمي ويحتاج إلى ذلك، ولكن أنه الآن حتى يكتمل هذا التحالف حتى تكتمل مقومات ككيان أنا أعتقد يحتاج إلى مشروع ويحتاج إلى 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 عملية إنه التحرك على هذه المناطق، وأن يكون هناك عملية إقناع لجمهورهم. هم صح لديهم جمهور، ولكن هذا الجمهور مبعثر نوعا ما، علاقتهم الآن مع تركيا وعلاقتهم مع دول الخليج وعلاقتهم مع المملكة العربية السعودية أنا أعتقد هذا قد تؤشر إلى 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 تشكل حالة إيجابية وحالة نوعية بالنسبة إلى التحالف الجديد. طيب. لكن هذا متوقف على إدارة التحالف وهنا أيضا الفاعل السياسي الخارجي أستاذ غانم، هل راح يغير الجانب التركي بوصل الدعم نحو الحسم الوطني إذا ما شاهد المتغيرات الجديدة تصب في هدفه وفي مرماه؟ يعني أعتقد من خلال يعني المجسات ومن خلال الاستنتاجات يعني الجانب التركي يعني يسعى لتوحيد الجبهة السنية في هذه المناطق، بكل تأكيد لن يدعم الانقسام لأن يعتقد أنه فيه ضعف، وهذه عقلية يعني هي التي ساهمت أو الاستراتيجية هي التي ساهمت بالتقريب بين أعداء الأمس أصدقاء اليوم اللي هم السيد محمد حلبوسي والسيد خميس الخنجر. وأعتقد يعني الفاعل الدولي يعني حتى القوى السنية القوى التقليدية القوى السياسية تعتقد أن يعني خلق توازن لها في الساحة العراقية بات يحتاج إلى معيار أساسي أو عامل يعني إضافي، وهو الضامن الدولي. يعني يحتاجون إلى ضامن دولي مؤثر على الساحة العراقية على القرار العراقي لكي يستطيعوا أن حقيقة يعني يستطيع أن يكون يخلق توازن إن صح التعبير. وبالتالي أنا أعتقد لن تذهب تركيا إلى تعزيز الانقسام بين الأطراف، ولن يذهب حتى الفاعل العربي إلى تعزيز الانقسام، بل أن قدر الإمكان يحاولون أن يقربوا بين وجهات النظر في يعني أعتقد يعني قادم الأيام ستشهد هناك لقاءات خارج العراق لشخصيات قد يعني يكون هنالك بينها فتور بالعلاقة وبينها انقسام، لكي حقيقة يقربوا بين وجهات النظر بين هذه الأطراف. وهذه أعتقد استراتيجية معروفة وواضحة جدا وملموسة من خلال بعض الزيارات التي حصلت سابقا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ غانم العيفان السياسي المستقل ضيفا كريما في الأستوديو، وتتفضل البقاء معي الأستاذ إبراهيم السراج لنتابع في الملف الآخر. مشاهدي الأحبة،
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الأستاذ إبراهيم السراج رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. وكذلك سينضم معي عبر سكايب السيد مهند عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من دهوك. أهلا ومرحبا بكم ضيوفا الكرام. أستاذ إبراهيم، اختفاء صحفيين وناشطين ينذر بمؤشرات مرتفعة منذ عام 2021، إلقاء القبض على صحفي لمجرد انتقاد قرار يعني الحق بزميله. نعم نعم استاذ ابراهيم، مع حضرتك يعني نتحدث عن اختفاء صحفيين وناشطين بمؤشرات تبدو مرتفعه منذ عام 2021، وايضا القاء القبض على صحفي لمجرد انتقاد قرار الحق بحق زميله. يعني بالتاكيد استاذ احمد، يعني مؤشرات حريه الصحافه في الاقليم للاسف الشديد هي في انخفاض، يعني تراجع كبير، يعني حرية الصحافة وهذه الفسحة الكبيرة من حرية الصحافة. إذا تحدثنا طبعا الإقليم تعرف حضرتك قوانينه وتشريعاته خاصة، لا يمكن لا 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 تسري عليها التشريعات التي تصدر من الحكومة العراقية وحتى أو الدستور العراقي. حجم الاعتداءات كبير جدا، يعني هذا ما ظهر للعلن، ولكن للأسف الشديد أن هناك تراجع كبير في حرية الصحافة، في مؤشر حرية الصحافة، وهذا مشخص لدينا نحن في الجمعية وفي المنظمات الدولية. السبب أنه هكذا، يعني سياسة الإقليم هي بالتعامل والتعاطي مع الصحفيين وخاصة المستقلين الذين يعملون في مؤسسات إعلامية أخرى غير تابعة للحزب الديمقراطي أو التي تمول خارج الحزب الديمقراطي أو مؤسسات إعلامية مستقلة أو تابعة لمؤسسات هي يعملون في مؤسسات إعلامية أصحابها لا ينتمون إلى حزب، لذلك تعرضون انتهاكات، يعني عملية انتقاد مكلفة جدا. يعني وأشرنا ذلك في الجمعية، هناك تقارير تصدر من منظمات دولية ومحلية أن هناك تراجع كبير في حرية الصحافة، وهناك اعتداءات، وهناك يعني هذه المحاكمة الأخيرة للصحفي يعني كأنها محاكمة عسكرية، كأن المحكمة أصبحت ثكنة عسكرية، وكأنها محكمة عسكرية، وهي بالنتيجة أنه هناك لديهم قانون حق الحصول على المعلومة، لديهم قانون حقوق الصحفيين، لكن هذه التشريعات لا تعمل يعني للأسف الشديد. يعني ما يعني هناك فجوة كبيرة بين هذه التشريعات وبين واقع العمل الإعلامي في الإقليم. للأسف الشديد هناك اعتداءات، هناك تهديدات، هناك عملية تحتيم على المعلومة، الإعلام الحزبي يهيمن على كل شيء، لذلك لا يمكن أن للصحفي المستقل والصحفي الذي يعمل في مؤسسة إعلامية أخرى أن يعمل داخل أربيل أو داخل دهوك للأسف الشديد، وهذا هو مؤشر خطير. يعني للأسف الشديد كان يفترض أن يكون هذا من أولويات مجلس النواب، لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، يجب أن تتحرك على هذا المؤشر. طيب. لأنه هناك تحديات وهناك بيئة غير آمنة للعمل الصحفي داخل الإقليم. طيب مجددا حياك الله أستاذ عقراوي، يتحدث ضيف الكريم الأستاذ السراج عن هذه المؤشرات، وهنا نتساءل ألا يخشى الإقليم من هذه النسبة المرتفعة أن تؤثر على سمعته ومكانته، أيضا ربما تشكل نقطة سوء فهم أو نقطة سوداء في تاريخه بما يحتويه من مفاهيم ديمقراطية، خاصة وأنها تلتقي مع الظروف المعيشية الصعبة اللي يمر بها صحفي والإقليم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولكم مشاهدي قناة الأيام فضائية. حياكم الله. أستاذ الكريم، كما تعلم يعني إحنا بعد 2003 الناس كلها توسمت خيرا بأنه نفتح نظام جديد أو بداية نظام جديد ونبدأ بفتح صفحة جديدة تقوم على أسس الأطر الديمقراطية وكذلك مبادئ الحرية وحقوق الإنسان، وهذا ما سن أيضا في الدستور العراقي في المادة 37 والمادة 38 من الدستور، التي هي بالذات تتحدث عن مسألة حرية الصحافة والإعلام والتعبير، وأن الدولة تكفل أنه لا يتعرض أحد إلى الإكراه السياسي والفكري والديني. ولكن مع الأسف الظروف الأمنية والسياسية الغير منضبطة والمضطربة في العراق التي كانت في الفترة السابقة لم تعن الفرصة لهذه المبادئ أن تجد النور في طريقها لكي تجعل العراق بلدا ديمقراطيا يتمتع فيها كل المواطن، إضافة إلى الصحفيين
بأن يكون له حرية التعبير عن أفكاره والتعبير عن انتقاده لأي خطأ يجده في حياته تتعلق بالحكومة وبالأحزاب السياسية أو بأي أمر من الأمور الأخرى. إقليم كردستان كان يختلف الأمر. إقليم كردستان منذ عام 1991 الكل يعلم أن إقليم كردستان كان منطقة آمنة للمعارضين، منطقة آمنة للتعبير عن حرية الرأي لجميع العراقيين الذين كانوا يعني يهربون من سطوة النظام السابق أو طغيان النظام السابق، فكانوا يلجؤون إلى محافظات الإقليم وهنا يبدأون بالعمل الصحفي والعمل الإعلامي والتعبير بكل حرية عن أفكارهم وآرائهم وانتقاداتهم التي تندرج تحت إطار المعارضة لنظام الحكم إنذاك. بعد 2003 كنا نتوسم خيرا أنه الإقليم ننتقل إلى مرحلة أخرى جديدة أكثر تطورا من المرحلة السابقة، فسجلات الإقليم في أعوام قبل السقوط كانت أكثر بياضا من سجلاته بالنسبة للصحافة ولحرية التعبير من بعد 2003، خاصة في الأعوام الأخيرة، الأعوام التي عقبت أن 2014 بالذات عندما تعرض الإقليم لأزمة اقتصادية. المعروف أنه في كل العالم عندما تكون هنالك أزمات، عندما تكون هنالك إخفاقات، فبالطبيعة تكون هنالك أقلام منتقدة، أقلام معارضة، هذا يجب أن تتقبله أي سلطة تحمل شعار الديمقراطية وتحمل مبادئ الديمقراطية والحرية كما نحن ندعي وكل الأحزاب الأخرى الموجودة في العراق. وبالتالي فكنا نتوسم خيرا أنه الإقليم ينتقل إلى مرحلة جديدة، لكن طيب. مع الأسف الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أنه الأوضاع تتدهور أكثر بالنسبة لمثلا حرية التعبير بأي وسيلة من وسائل الإعلام، وكذلك خصوصا بالنسبة لحرية عمل الصحفيين والإعلام في الإقليم. طبعا الوضع يختلف من محافظة إلى محافظة أخرى، تجد بأنه حاليا ربما أغلب الإعلام المعارض أو المنتقد يعمل طيب. ويعمل ويشتغل بشكل نعم. أكثر هذا تدهور يتفضل به أستاذ مهند نعم. أستاذ إبراهيم، يتحدث ضيف الكريم أستاذ مهند عقراوي عن تدهور حرية الإعلام في كردستان، ولكن جميع هذه الاعتقالات والملاحقات تمت وفق إجراءات قضائية، وهي بنظر صحفيي الإقليم أنها صدرت بمذكرات اعتقال ومحاكمات أيضا، ولكن حسب تعبيرهم بأنها تهم ملفقة. هل خضع القضاء في الإقليم لأهواء الحزب الحاكم في أربيل؟ يعني هو بالتأكيد أنه هذه مذكرات اعتقال. يعني هسه احنا نشوف في مجلس القضاء الأعلى أصدر قرار، وهذا قرار شجاع جدا، يعني أصدره السيد الفائق زيدان، هو عدم اعتقال الصحفي إلا بعد تبليغه. يعني عندما تقيم دعوة على الصحفي كان في السابق يتم يجي شرطي يحتقل الصحفي، يخلي كلب كبدية ويأخذ الصحفي ويروح للسجن. الآن وضعية تغيرت، يعني بعد التحدث مع مجلس القضاء الأعلى وبعد التغييرات الحاصلة أصدر هالقرار، هذا القرار قرار شجاع. ما يحدث بالإقليم يعني للأسف الشديد يعني كأنها منظومة واحدة، يعني السلطة والقضاء والحكومة منظومة واحدة، تعمل منظومة واحدة، لا توجد هناك مثلا أنه من يدافع عنك من يدافع عنك ومن يعترض على هذا القرار. طيب الآن المادة القانونية تسجن بها الصحفي، يعني تعرف حضرتك عندما اليوم تحدث الصحفي عندما ينشر تقرير أو يكتب مقال أو عمود صحفي، يعني ما ممكن اليوم أنت الآن تحبس الصحفي على مود بسبب النشر، ما ممكن تعاقبه بسبب النشر، ممكن تقيم عليه دعوة، المتضرر حق الرد مكفول، ممكن تقيم عليه دعوة. ولكن هذه الدعوة يعني أولا يجب أن توفر الأرضية الخصبة لهذه الدعوة، هل أن القوانين والمواد القانونية التي يتم التعامل عليها مع الدعوة التي رفعت على الصحفي هي داعمة لحرية الصحافة؟ هل يوجد تأثير للمادة 38 من الدستور العراقي اللي كفل حرية الصحافة؟ طبعا لا. القانون الموجود الذي يمشي بالإقليم أعتقد هو قانون العقوبات، نفس القانون عندنا وقانون عقوبات العراق رقم 111 سنة 69 معدل، ولكن أكو فجوة بينه وبين مادة 38 من الدستور الذي كفل حرية الصحافة. هذه الكفالة هي غير مترجمة إلى قانون، يعني كتب بين قوسين المشرع ويشرع ذلك بالقانون. هذا القانون معطل، ولكن رغم ذلك لا يمكن اعتبار عملية النشر هي جريمة، لا يمكن اعتبار، ولا يمكن أنه أنت عملية انتقاد مسؤول، أي مسؤول هو معرض انتقاد من قبل الشعب، من قبل الصحافة، من قبل الإعلام، من قبل المنظمات، من قبل أي جهة ينتقد المسؤول، لأنه هو بالتالي هو الآن مسؤوليته أمام الشعب وأمام المظلة، مظلمة العمل هي الدستور. وبالتالي نعتقد أي مسؤول معرض للاعتراض، لا توجد هناك خطوط حمراء،
بالصحافة، لا توجد خطوط حمراء. لذلك أعتقد هذا الانتقاد هو انتقاد إيجابي وليس انتقاد سلبي. طيب. ليست عملية تسقيط، ليست عملية تسقيط، ولكن هذا الآن ملاحظات، أو هو هذا عمل الصحافة، نشر أخبار أو ردة فعل من الصحافة أنها تنتقد أو تكتب موضوعا معينا عن حالة معينة، حالة فساد أو غير فساد أو سوء استخدام السلطة أو سوء استخدام موارد الدولة وما شابه ذلك. طيب المنظمات الدولية أستاذ مهند اللي تعمل بالإقليم كما يبدو أنها تعمل كما ونوعا بصورة أفضل، والبعض منها تتواجد في الإقليم فقط، مؤشراتها برأيك هل هي واقعية أم أنها تتماهى مع السلطات وما تريده السلطة في كردستان؟ لا أعرف، هل تقصد منظمات دولية مختصة بالصحافة والإعلام ومنظمات دولية في حقوق الإنسان وفي الصحافة والإعلام؟ طبعا بالنسبة لهذا الموضوع أنا فقط أريد أن أشير إلى موضوع أشار إلى ضيفك الكريم. هنالك حقيقة نصوص في قانون العقوبات العراقي الذي ربما مر عليه زمن وما زال نطبقه في جميع المحاكم العراقية، ربما بعض النصوص الموجود فيها تخالف المادة 37 والمادة 38 من الدستور، وهذا يحتاج إلى تعديل من قبل البرلمان أو البرلمان الاتحادي أو مجلس النواب العراقي، وهذا من الضروري أن يتم العمل عليه من قبل الأحزاب السياسية. هناك أمر آخر فقط أريد أن أنوه إليه. نعم. تجد أن أغلبية مسؤولي الأقليم يقولون أنه لا يوجد هنالك أبدا أحد معتقل بسبب حرية الرأي بسبب تعبير عن الرأي. طبعا لما يقولون ذلك؟ لأنه أي شخص اعتقل الآن سواء كانت المجموعة الإسلامية مجموعة بادينان المعتقلين أو أي صحفي آخر يتعرض إلى الانتهاك أو يعتقل بموجب جريمة أخرى لا تتعلق بتعبير الرأي، وإنما يتهم بجريمة أخرى كجريمة التهديد الأمن القومي، كجريمة انتهاك مثلا النظام العام، كجريمة مثلا تهديد الأمن، كجريمة مثلا تهديد النظام السياسي، وهذه كلها موجودة في قانون العقوبات التي تحتاج إلى تغيير، وأيضا كجريمة التعامل والتخابر مع دولة أجنبية. يعني أغلبية هؤلاء تم إلصاق التهم أو توجيه التهم إليه من قبل القضاء في إقليم كردستان بموجب هذه التهم، وليس بموجب تهم أن هؤلاء قاموا بنشر فلان خبر أو قاموا بنشر فلان مقالة تعبيرية. نأتي إلى المنظمات التي تعمل في كردستان. طبعا أغلبية المنظمات الإعلامية أو المختصة بالإعلام والصحفيين مع الأسف الشديد الآن مؤشرات سلبية بالنسبة لإقليم كردستان. في السابق كما قلت إقليم كردستان كان ملاذ آمن لكل العراقيين، كل الإعلاميين العراقيين الأحرار الذين كانوا يهربون من سطوة النظام الدكتاتوري كانوا يرجعون إلى إقليم كردستان، كانت المنارة والمنبر الحر الذي يستطيعون من خلاله التعبير عن آرائهم وأفكارهم في الذي وكانوا يمثلون المعارضة العراقية الموجودة. كل المعارضة العراقية كانت موجودة في إقليم كردستان بسبب هذه المميزة. أما الآن حقيقة مؤشرات هذه المنظمات مؤشرات مقلقة، بل حتى تجد أنه مرات تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير وزارة الخارجية البريطانية، منظمة العفو الدولية، تجد أن كل مؤشرات تشير إلى مؤشرات سلبية بالنسبة إلى حالة الصحافة والإعلام وحرية التعبير في إقليم كردستان. هذا ما لا نريده كأحزاب كردية، كنظام سياسي موجود هنا حقيقة، أو كشخصيات وإعلاميين لا يريدون مثل هذا. لا. أن يكون هنالك نقاط سوداء في تاريخ الإقليم الذي كان في السابق صفحاته بيضاء ومشرفة للإعلام ولحرية التعبير، الآن تلصق بها أو توضع عليها نقاط سوداء بسبب انتهاكات. يعني إحصاءات تشير إلى أنها ترتفع ولا تنخفض. هي مثلا في حسب بعض الإحصاءات التي قرأتها، يعني في عام 2021 كانت الإحصاءات بين تقريبا 300 وكذا انتهاك بحق الصحفيين، وصلت إلى أكثر من 400 انتهاك لعمل الصحفيين في عام 2022 حقيقة. نعم. هذا يأسف له، ولا نرجو أن يكون هذا الشيء موجود في الإقليم. نتمنى أن يكون الإقليم كما كان في التسعينات، منبر حر للصحافة ومنبر حر للإعلام الحر، وأن يكون الشخص بموجب حتى الدستور العراقي حر في التعبير عن أفكاره. نعم. ولكن لا يتجاوز النظام العام والأدب. طبعا فقط نقطة يجب أن لا ننسى حقيقة وأن نميز، وهذا التمييز يجب أن يكون موجودا، هنالك إعلاميين شرفاء إعلاميين وطنيين معارضين منتقدين، ولكن أيضا هنالك حقيقة إعلام صفراء يعمل في كثير من الأحيان بموجب أجندات ممولة من قبل ربما دول خارجية أو من قبل
منظمات خارجيه من اجل زعزعه النظام السياسي، سواء كان في العراق او كان في اقليم كردستان. لكن انت لا يجب عليك ان تقوم بمثلا حق اخضر واليابس، انك تعتبر الاعلام الشريف والوطني الذي ينتقد من اجل الاصلاح ان تعامله كما تعامل الاخرين. حقيقه هذا اسلوب خاطئ، وهذه سياسه خاطئه تضر بالاقليم ولا تنفع ابدا. شكرا جزيلا لهذه الايضاحات الاستاذ مهند عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثتنا عبر سكايب من دهوك. والشكر الجزيل لجنابك الاستاذ ابراهيم السراج رئيس جمعيه الدفاع عن حقوق الصحفيين، حدثتنا وتفضلت معنا ضيفا كريما في الاستوديو في الملفين. شكرا جزيلا لك مره اخرى. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.